بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قال الشارح رحمه الله: بيّن تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده عز وجل. قال في قرة العيون: وهذا مما أقر به مشرك العرب وغيرهم في جاهليتهم، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أخبر تعالى أنهم يخلصون الدعاء له إذا وقعوا في شدة. مشركو العرب كانوا عند الشدة يدعون الله وحده، وأما عند الرخاء يدعون غيره والعياذ بالله. فمشركو زماننا حتى في الشدة يدعون غير الله نعوذ بالله، يعني أقبح من شرك العرب والعياذ بالله. علينا أن نحذر، لا ندعو إلا الله دائما في الشدة والرخاء، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه: تدعون الله عند الشدة وكيف تجعلون غير الله إلها من دون الله؟ والشفاعة ملك لله، لا يقدر أحد أن يشفع إلا بعد إذن الله ورضاه، والشفاعة لا تكون إلا للموحدين، وأما المشركين فلا أحد يشفع فيهم. ولهذا قال تعالى: أإله مع الله، يعني يفعل ذلك، لا إله إلا الله. فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحده. وهذا أصح ما فسرت به الآية كسابقتها، أي كالآية التي قبلها، من قوله: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أي يجعلون له شركاء. تعالى الله: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ولاحقتها، أي الآية التي بعدها إلى قوله: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
فلا يستحق العبادة إلا الله، فهو مالك الملك جل جلاله. فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوه من قصر العبادة جميعها عليه، أي إفراد العبادة جميعها لله وحده لا شريك له، كما في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد غيرك ولا نستعين بسواك. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله: قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلى قوله قليلا ما تذكرون، يقول الله تعالى ذكره: أما تشركون بالله خير أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النازل به عنه. وقوله: ويجعلكم خلفاء الأرض، يقول: يستخلف بعد أمواتكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم. وقوله: أإله مع الله، أإله سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم، لا إله إلا الله قليلا ما تذكرون، يقول تذكرا قليلا من عظمة الله وأياديه أي نعمه عندكم تذكرون، وتعتبرون حجج الله عليكم يسيرا، فلذلك أشركوا بالله غيره في عبادته، فلا يستحق العبادة إلا الله جل جلاله. وروى الطبراني رحمه الله أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، يعني يدفعه عنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل. فالاستغاثة بالحي على ما يقدر عليه كدفع العدو ونحو ذلك لا بأس، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد سد الذريعة حتى لا يستغيث أحد بغير الله عز وجل في كل شيء. الطبراني هو الإمام والحافظ سليمان ابن أحمد ابن أيوب اللخمي الطبراني رحمه الله، صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها. روى عن النسائي وإسحاق بن إبراهيم الديري وخلق كثير رحمهم الله. مات سنة 60 و300 هجرية رحمه الله. روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قوله إنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، لم أقف على اسم هذا المنافق. قال الشارح: قلت هو عبد الله بن أبي رئيس المنافقين قاتله الله، كما صرح به ابن أبي حاتم رحمه الله في روايته. قوله: فقال بعضهم، أي الصحابة رضي الله عنهم، هو أبو بكر رضي الله عنه: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، لأنه صلى الله عليه وسلم يقدر على كف أذاه. في قرة العيون، فلعله أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك المنافقين أن يفعل بهم ما يستحقونه مخافة أن يفتن بعض المؤمنين من قبيلة المنافق، كان يصبر على أذاهم خوفا من أن يفتتن الناس بذلك، لأن الناس ينقلون الأخبار على غير وجهها، فيقولون: محمد يقتل أصحابه،
فينفر الناس عن الإسلام، فلذلك يصبر على أذاهم صلى الله عليه وسلم. وفي السنة ما يدل على ذلك كما فعل مع أبي بن أبي وغيره. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر أن يغيثهم من ذلك المنافق، يعني يمنعهم، فيكون نهيه صلى الله عليه وسلم على الاستغاثة به حماية لجناب التوحيد، أي حفظاً على التوحيد حتى لا يستغاث بغيره، بغير الله، وسدًا لذرائع الشرك كنظائره، أي كما ورد مثله مما للمستغاث به قدرة عليه، يعني إذا كان مما يقدر عليه حي قادر كدفع العدو، مما كان يستعمل لغة وشاعة مخافة أن يقع من أمته استغاثة بمن لا يضر ولا ينفع ولا يسمع ولا يستجيب من الأموات والغائبين والطواغيت والشياطين والأصنام وغير ذلك. أراد أن يسد الباب حتى لا يستغاث بغير الله. وقد وقع من هذا الشرك العظيم ما عمت به البلوى كما تقدم ذكره، حتى إنهم أشركوهم مع الله في ربوبيته وتدبير أمر خلقه، كما أشركوهم معه في ألوهيته وعبوديته. والوسائل أي الأسباب لها حكم الغايات في النهي عنها، فلذلك قال لا يستغاث بي، سدًا لذرائع الشرك صلى الله عليه وسلم. قوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، فيه النص على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بمن دونه. كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه، وإن كان مما يقدر عليه في حياته، حماية أي حفظا لجناب التوحيد، وسدا لذرائع الشرك، وأدبا وتواضعا لربه عز وجل، وتحذيرا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال. فإذا كان فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته نهى، فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته ويطلب منه أمورا لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبوصيري والبرعي وغيرهم. قال المعلق: البوصيري الذي له البردة قال في بردته: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي. ينادي الرسول ويقول: ما لي غيرك، وهذا شرك والعياذ بالله. ويزعمون أن البوصيري أعظم من مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكرونه أكثر مما يذكرون حسان بن ثابت رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم المشركون في زعمهم لم يبلغوا من الغلو والإطراء ما بلغ البوصيري، وهذا هو الغلو الذي جر إلى الشرك والكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كفرت النصارى بعيسى بن مريم عليه السلام من طريق هذا الغلو. وقد حذرنا الله منه، من الغلو، في كتابه الكريم بقوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. لا ترفعوا عيسى من مرتبة العبودية إلى الألوهية، تعبدون غير الله. وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم رحمهم الله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فأنا عبد الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الغلو، والإطراء هو
الزيادة في المدح والكذب فيه. فعلينا أن نتقي الله ونحذر الغلو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا عبد الله ورسوله، وإنما تعظيمه صلى الله عليه وسلم وحبه باتباع سنته، محبته اتباع سنته، وإقامة ملته، ودفع كل ما يلصقه الجاهلون بها من الخرافات. فقد ترك أكثر الناس هذا وشغلوا بهذا الغلو والإطراء الذي أوقعهم في هذا الشرك العظيم. قال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل أيها النبي لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، في مواضع من القرآن. يعني أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. فبالجمع بين الآيتين يظهر أنه لا يقدر أحد من المدعوين أن يجيب الداعي إلا الله جل جلاله. فيجب أن ندعو الله وحده لا شريك له. فأعرض هؤلاء المشركون عن القرآن واعتقدوا نقيض أي ضد ما دلت عليه هذه الآيات المحكمات، وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير والجم الغفير، فاعتقدوا الشرك بالله دينا والهدى ضلالا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى، فعاندوا أهل التوحيد وبدعوا أهل التجريد، فالله المستعان. قال الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وغير الله لا يعلم بشيء، غافل عمن دعاه. يعني أن المدعو غافل عن دعاء الداعي بما هو مشغول به في قبره من نعيم إن كان من المؤمنين الصالحين كالحسين وأبيه رضي الله عنهما، أو من عذاب أليم كالتيجاني المشرك الخبيث وابن عربي الحاتمي أكبر الدعاة إلى وحدة الوجود، وابن الفارض وأشبههما ممن اتخذه الناس ولياً معبوداً لعظم ما بني عليه من القبة، أو بالظنون واتباع الهوى، وهم كثير جداً، بل أكثر أولئك الطواغيت منهم ومن أرباب الطرق الدجالين. فيجب علينا أن نحذر الشرك ونحذر دعاء غير الله، ونعبد الله وحده لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله، صفحة 94: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف أي تغيير، ولا تعطيل أي نفي، ومن غير تكييف ولا تمثيل. نؤمن بأسماء الله وصفاته على ما يليق به، لا نمثل ولا نعطل أي ننفي ولا نؤول ولا نكيف، بل نقول على ما يليق بالله. الله تعالى له وجه عظيم يليق به ليس كمثله شيء، له يدان على ما يليق بجلاله ليس كمثله شيء، وهكذا نؤمن بجميع الأسماء والصفات، ولكن لا نمثل ولا نحرف ولا نكيف ولا نمثل، بل نقول على ما يليق بالله جل جلاله. قال الشيخ محمد خليل الراس رحمه الله: هذا شروع أي ابتداء في التفصيل
بعد الإجمال، ومن ها هنا للتبعيض، والمعنى ومن جملة إيمان أهل السنة والجماعة بالأصل الأول الذي هو أعظم الأصول وأساسها، وهو الإيمان بالله، أنهم يؤمنون بما وصف به نفسه من غير تحريف متعلق بالإيمان قبله، يعني أنهم يؤمنون بالصفات الإلهية على هذا الوجه الخالي من كل هذه المعاني الباطلة، إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل. والتحريف في الأصل مأخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه حرفاً، من باب ضرب أي على وزن ضرب، إذا أملته وغيرته، والتشديد للمبالغة. فالتحريف هو إمالة المعنى الحق وتغييره، فلا يجوز تغيير المعنى الصحيح كما يفعل أهل التعطيل، يقولون وجهه ذاته، غيروا الوجه بمعنى الذات، واليد قالوا قدرة، حرفوا وغيروا، وهذا ضلال. ولنؤمن أن لله وجهاً عظيماً يليق بجلاله، وله يدان عظيمتان على ما يليق بجلاله، لا نحرف المعنى. وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح، فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد. قال المعلق: والتحريف يكون في اللفظ والمعنى، التحريف يكون في اللفظ، تحريف اللفظ والمعنى. أما في اللفظ فمثاله نصب اسم الجلالة بدل رفعه في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. فالمحرف والمعطلة حرفوا، قالوا: وكلم الله موسى، يعني موسى هو الذي كلم، غيروا حرفوا نفس لفظ الجلالة من الرفع إلى النصب، وهذا ضلال. فالله هو الذي كلم موسى كلاما يليق به عز وجل، فهم غيروا قالوا: وكلم الله موسى، أي موسى هو الذي كلم، وهذا ضلال وتحريف. نصب اسم الجلالة بدل رفعه في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، فهذا تحريف في اللفظ والعياذ بالله. وأما في المعنى، تحريف المعنى فمثاله قولهم: استوى أي استولى، ويده أي قدرته، الرحمن على العرش استوى، بمعنى على وارتفع على ما يليق به، فهم حرفوا قالوا استولى، وهذا التحريف. فالله عز وجل غالب على كل شيء ومالك لكل شيء، واستوى على العرش على وارتفع على ما يليق بجلاله وعظمته، ويده نؤمن بأن له يدان على ما يليق به، فهم حرفوا قالوا قدرة، فهذا تحريف للمعنى. فيجب أن نحذر تحريف المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن تبعهم. والفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، وأما التحريف وهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها. والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فإن التعطيل أعم مطلقاً من التحريف، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس، وبذلك يوجدان التعطيل والتحريف معاً في من أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق، ويوجد التعطيل بدون التحريف في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غير مرادها، ولكنه لم يعين لها معنى آخر وهو ما يسمونه بالتفويض.
يقولون يؤمنون بألفاظ النصوص ويقولون لا نعرف المعنى، وهذا يسمونه تفويض، وهذا باطل. لا بد أن نعرف المعنى ونثبت المعنى الحق، ولا نحرف ونقول على ما يليق بجلال ربنا جل وعلا. قال: التعطيل قسمان، كلي كما فعل نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة، يعني نفوا جميع الصفات، وجزئي كما فعل الأشاعرة الذين يثبتون سبع صفات فقط وينفون الباقي. الأشاعرة عطلوا تعطيلا جزئيا، يؤمنون بالسبع صفات: الحياة والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة، فيثبتون هذا وينفون بقية الصفات. وهذه السبعة كذلك يقولون في معناها قولا غير صحيح، يقولون سميع عالم بالمسموعات، بصير عالم بالمبصرات، الكلام قالوا كلام، المعنى كلام الله واللفظ عبارة. فيجب أن نحذر هذه التأويلات والتحريفات. ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف، يعني يقولون التفويض هو مذهب السلف، كذب. فالسلف يثبتون المعنى على ما يليق بالله، وأما هؤلاء يقولون لا نعرف المعنى. ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف، يعني التفويض، كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم. فإن السلف رحمهم الله لم يكونوا يفوضون في علم المعنى، ولا كانوا يقرؤون كلاماً لا يفهمون معناه، بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة ويثبتونها لله عز وجل، ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات أو كيفياتها. قال مالك رحمه الله حين سئل عن كيفية استوائه تعالى على العرش: الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم بمعنى علا وارتفع، كيف ما ندري، لأن الله ليس كمثل شيء، ما ندري كيف استوى. استوى نعم بمعنى علا وارتفع، لكن كيف ما ندري. نعم، الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالفرق بينهما أن التكييف أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا أو يسأل عنها بكيف، فلا يعلم كيفيتها إلا الله. وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين، وهذا باطل، الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال المعلق: المفوضة هم الذين يثبتون الصفات ويفوضون علم معانيها إلى الله، وأهل السنة والجماعة يثبتون الصفات وعلم معانيها ويفوضون علم كيفيتها إلى الله تعالى. فالمفوضة يفوضون المعنى، ولكن هذا باطل. وأما أهل السنة يفوضون الكيفية، يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية. فالتفويض، تفويض المعنى، هذا كلام أهل البدعة، وأما تفويض الكيفية هذا قول أهل السنة. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه أين الكيفية بدعة. وليس المراد، نعم. قال: المفوضة هم الذين يثبتون الصفات ويفوضون علم معانيها إلى الله، وأهل السنة والجماعة يثبتون الصفات وعلم معانيها ويفوضون علم كيفيتها إلى الله تعالى. ومن قال: أنا أثبت الصفات وأفوض علمها إلى الله، قلنا له: ماذا تعني بعلمها، علم المعنى أم علم الكيف؟ فعلم المعنى معلوم، أما الكيف هو الذي لا يعلم. ذكره البيهقي رحمه الله
في الأسماء والصفات عن الإمام مالك رحمه الله بإسناد جوده الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح في فتح الباري، وورد عن ربيعة الرأي شيخ مالك رحمه الله يعني أنه قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. ذكره البيهقي رحمه الله في الأسماء والصفات، واللالكائي رحمه الله في شرح اعتقاد أهل السنة، وورد أيضاً عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعاً وموقوفاً. ولكن قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها موقوفاً ومرفوعاً، ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه، يعني في سنده ضعف. وقال الألباني رحمه الله عن المرفوع في شرح الطحاوية لا يصح. ثم قال: والصواب عن مالك أو أم سلمة والأول أشهر. يعني مالك رحمه الله قال: الاستواء معلوم، يعني معناه معلوم وهو العلو، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه عن الكيفية بدعة. وليس المراد من قولهم من غير تكييف أنهم ينفون الكيف مطلقاً، فإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية ما، ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف، إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله، هذه الآية المحكمة من كتاب الله عز وجل هي دستور، أي دليل أهل السنة والجماعة. في باب الصفات، فإن الله عز وجل قد جمع فيها في هذه الآية بين النفي ليس كمثله شيء والإثبات وهو السميع البصير، فنفى عن نفسه المثل وأثبت لنفسه سمعاً وبصراً على ما يليق به. فدل هذا على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقة كما هو شأن المعطلة الجهمية والمعتزلة، ولا إثباتها مطلقة كما هو شأن الممثلة الذين يمثلون الله بالمخلوق، وهذا كفر، بل إثباتها بلا تمثيل. وقد اختلف في إعراب ليس كمثله شيء على وجوه، أصحها أن الكاف كمثله صفة صلة زيدت للتأكيد، كما في قول الشاعر: ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. فالله عز وجل ليس له مثيل سبحانه وتعالى، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. تفريع، أي تفصيل على ما قبله، فإنهم إذا كانوا يؤمنون بالله على هذا الوجه فلا ينفون ولا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون. والمواضع جمع موضع، والمراد بها المعاني التي يجب تنزيل الكلام عليها، لأنها هي المتبادرة منه عند الإطلاق، فهم لا يعدلون، أي لا يميلون به عنها. وأما قوله: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، فقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والإلحاد في أسمائه هو العدول بها، أي الميل بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، مأخوذ من الميل. الإلحاد مأخوذ من الميل، كما يدل عليه مادة لا حادا، فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر. قيل لحد لأنه يحفر القبر ثم في الجانب القبلي ينحت التراب ثم يدخل الميت وينصب اللبن، فالإلحاد هو الميل، فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر.
الذي قد مال عن الوسط، ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه. فالإلحاد فيها إما أن يكون بجحدها وإنكارها بالكلية كالجهمية الذين أنفوا الأسماء والصفات، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، كالمعطلة الذين نفوا الصفات، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الفاسدة كالأشاعرة، وإما بجعلها أسماء لبعض المبتدعات كإلحاد أهل الاتحاد. أهل الاتحاد ابن عربي الملحد الذي يقول كل شيء هو الله، نعوذ بالله، فهذا أعظم الكفر والعياذ بالله. وخلاصة ما تقدم أن السلف رضي الله عنهم يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه، وبكل ما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانًا سالمًا من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل، ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بابًا واحدًا. فإن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات يحتذى فيه حذوه، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف فكذلك إثبات الصفات، نؤمن ولكن لا نكيف. وقد يعبرون عن ذلك بقولهم تمر كما جاءت بلا تأويل، أسماء الله وصفاته تمر كما جاءت، أي نؤمن بها كما جاءت بلا تأويل. ومن لم يفهم كلامهم ظن أن غرضهم بهذه العبارة هو قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى وهو باطل، ما أرادوا هذا. فإن المراد بالتأويل المنفي هنا هو حقيقة المعنى وكنه وكيفيته، أي لا يعرفون الكيفية بل يؤمنون بالمعنى على ما يليق بالله جل وعلا. ومما يؤيد ذلك أنهم كانوا يقولون أحياناً تمر كما جاءت، يعني آيات الصفات وأحاديث الصفات تمر كما جاءت، نؤمن بها لفظاً ومعنى على ما يليق بالله. يقولون تمر كما جاءت بلا كيف، وما كانوا يقولون تمر كما جاءت بلا معنى بل يقولون بلا كيف. فعلم من ذلك أنهم يثبتون المعنى وينفون الكيف. والشارح يعني بقوله حقيقة المعنى أي الكيفية، يفرق بين المعنى وحقيقة المعنى، فيثبتون المعنى وينفون حقيقته وهي الكيفية. قال الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتجاوز القرآن والحديث، أي لا نخرج عن القرآن والحديث. وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمهم الله من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه ولا تمثيل. نثبت ونقول على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. قال أورده الذهبي رحمه الله بإسناده في كتاب العلو، وقال الألباني رحمه الله في مختصر العلو، وهذا إسناد صحيح. قول نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمه الله من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد أنكر ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه ولا تمثيل. نثبت ونقول ليس كمثله شيء جل جلاله. ونعيم بن حماد هو أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي رحمه الله. قال الخطيب رحمه الله يقال إنه أول من جمع المسند في الحديث،
رحمه الله، وهو أعلم الناس بالفرائض، كان شديد الرد على الجهمية وأهل الأهواء أي أهل البدع. توفي سنة 228 رحمه الله. قال الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله صفحة 58، صفحة 58، حكم صوم رمضان. صوم رمضان فريضة، والأصل في فريضته الكتاب والسنة والإجماع. أما الدليل من الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم أعنا وتقبل منا يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وأما السنة فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الركن الأول، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. اللهم ثبتنا وأعنا يا رب العالمين. وأما الإجماع فأجمع المسلمون على فريضة صوم شهر رمضان. اللهم تقبل منا وأعنا يا رب العالمين. بيان من يجب عليه الصوم، ويفترض على كل مسلم عاقل بالغ قادر أداء وقضاء. يجب على كل مسلم عاقل بالغ قادر أداء وقضاء، أداء إذا كان صحيحا، وقضاء إذا كان مريضا يقضي بعدما يعافيه الله. ولا يجب على كافر سواء كان أصليا أو مرتدا، لأن الصوم عبادة لا تصح منه في حال كفره. الكافر عمله مردود، أولا يسلم، ولا يجب عليه قضاؤها يعني إذا أسلم، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الكافر إذا أسلم لا يجب عليه قضاء رمضانات مضت، ولأن في إيجاب قضاء ما فات في حال كفره تنفيراً عن الإسلام، ولو أسلم في أثنائه لم يلزمه ما مضى من الأيام. لو أسلم الكافر يوم 10 من رمضان فيجب أن يصوم ما أدرك، وأما ما مضى فمعفو عنه. الكافر إذا أسلم في أثناء رمضان يصوم ما أدرك وما مضى يعفى عنه. ولأن في إيجاب قضاء ما فات في حال كفره تنفيراً عن الإسلام، ولو أسلم في أثنائه لم يلزمه ما مضى من الأيام ويصوم ما بقي من الشهر. ولحديث ابن ماجه رحمه الله في وفد ثقيف: قدموا عليه في رمضان فضرب عليهم قبة أي خيمة بالمسجد، فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر، إذ أن كل يوم هو عبادة مفردة. ولا يجب الصوم على مجنون ولا صبي حتى يبلغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. وأما اشتراط القدرة على الصوم فلأن من لا يقدر عليه بحال هو الكبير والعجوز، إذا كان الصوم يجهدهما ويشق عليهما مشقة شديدة، فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكينا. الشيبة الذي ما يقدر يصوم، أو العجوز، المرأة العجوز التي ما تقدر أن تصوم، يطعم عن كل يوم مسكين كيلو ونصف رز أو بر، لقول ابن عباس
رضي الله عنهما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، ليست ممسوخة في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذين لا يستطيعان الصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وأما القادر فلا يجوز له أن يترك الصوم. وروي أن أنس بن مالك رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه ضعف عن الصوم فصنع جفنة، يعني إناء من ثريد مرق اللحم وفت فيه خبز، فدعا 30 مسكينا فأطعمهم. والمريض الذي لا يرجى برؤه، يعني مريض مرض خطير لا يرجى برؤه، حكمه حكم الشيخ الكبير، يطعم لكل يوم مسكينا. ويجب صوم رمضان برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. وتثبت رؤية هلال رمضان بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى، شاهد واحد. إذا رأى هلال رمضان مسلم مكلف، أي بالغ عاقل عدل محافظ على الفرائض ومنتهي عن المحرمات، ولو كان عبدا أو امرأة، يدخل رمضان برؤيته. قال الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه، أي الهلال، فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، أي كملوا شعبان 30. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال، يعني أرادوا أن يروا الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر بصيامه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أعرابيا من أهل البادية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. ويستحب إذا رأى الهلال أن يقول ما ورد. ومنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. ومنه حديث الطلحة بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير. وإن حال دون مطلع الهلال ليلة 30 من شعبان غيم أو قتر أو غيرهما فإنه لا يجب صومه ولا يستحب، بل المشروع فطرة، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. الذي يصوم يوم 30 من شعبان ولم يرى الهلال عاصي، لا يجوز أن يصوم إلا بالرؤية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة 30، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا، أي لا تصوموا قبل الرؤية. ويستثنى القضاء والنذر والعادة، فيجوز صومها فيه. إذا كان إنسان عليه قضاء من أيام رمضان
يجوز أن يصوم يوم الثلاثين قضاء، وكذلك إذا كان نذر، وكذلك إذا كان عادته يصوم الاثنين والخميس فصار يوم الثلاثين خميس أو اثنين يصوم حسب العادة، وأما يتعمد يصوم قبل الرؤية فهذا لا يجوز. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، يعني له عادة أن يصوم الاثنين والخميس يصوم، وإذا ثبت رؤية هلال رمضان ببلد لزم الناس كلهم الصوم إذا اتفقت المطالع. إذا كان الهلال يرى في جميع تلك البلدان في الليلة الأولى فعليهم أن يصوموا إذا ثبت رؤية الهلال والمطلع واحد، يعني يتفق في جميع تلك البلاد، وأما إذا كان المطلع مختلف فكل أهل بلد لهم رؤيتهم. لما روى كُريب رحمه الله قال: قدمت الشام واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال، يعني هلال رمضان ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ قلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ قلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية رضي الله عنه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لكن رأيناه ليلة السبت، وما رأينا إلا ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه. فقلت: أفلا تكتفي برؤية معاوية رضي الله عنه وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد، أي لم تقبل شهادته، لزمه الصوم، هو لزمه الصوم لقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وجميع أحكام الشهر من طلاق وعتق، يعني لو قال إذا هل الهلال طالق أو معتق وغيرهما مما معلقين وغيرهما معلقين به، إذا رأى الهلال وجب ذلك، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ولأنه تيقن هذا الذي رأى أنه من رمضان فلزمه صومه وأحكامه بخلاف غيره من الناس. ومن رأى وحده هلال شوال لم يفطر، لكن لو رأى هلال شوال وحده ولم تقبض لم يفطر بل يصوم مع المسلمين، لحديث: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحى الناس، أي فهو مرتبط بإخوانه المسلمين. وحديث: الفطر يوم يفطرون والأضحى يوم يضحون. وروى أبو رجاء عن قلاب عن أبي قلاب رحمه الله أن رجلين قدما المدينة وقد رأيا الهلال وقد أصبح الناس صياما، فأتيا عمر رضي الله عنه فذكرا ذلك له، فقال لأحدهما: أصائم أنت؟ قال: بلى، بل مفطر. قال: ما حملك على هذا؟ قال: لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال. وقال للآخر: قال: إني صائم. قال: ما حملك على هذا؟ قال: لم أكن لأفطر والناس صيام. فقال للذي أفطر: لولا مكان هذا، أي لولا هذا معك شهد، لأوجعت رأسك. ثم نودي في الناس أن اخرجوا، يعني لصلاة العيد. وإنما أراد عمر رضي الله عنه ضربه لإفطاره برؤيته وحده، ودفع عنه الضرب لكمال الشهادة به لأن معه آخر، ولو جاز له الفطر لما أنكر عليه ولا توعده. وإن صام الناس بشهادة اثنين ثلاثين يوماً
فلم يروا الهلال أفطروا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فصوموا 30 ثم أفطروا. وإذا قامت البينة أثناء النهار لزم أهل وجوب الصوم الإمساك، يعني ما جاء الشهود برؤية الهلال إلا بالنهار، فإذا جاء الخبر يمسكون بقية اليوم ويقضون فيما بعد ذلك. وإذا قامت البينة أثناء النهار لزم أهل وجوب الصوم الإمساك ولو بعد أكلهم لتعذر إمساك الجميع، فوجب أن يأتوا بما يقدرون عليه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يمسكون بقية اليوم ولكن يقضون فيما بعد.